أكثر شيء صعب مر عليك مع اللاعبين؟ But generally when I say good على العموم عندما أقول لاعبين جيدين فنحن نحتاج أن يكون اللاعب جيدا. أيضا سأكون صريحا جدا، من بين المشاكل الكبيرة التي واجهناها هي مشكلة اللغة الإنجليزية، فالإنجليزية مهمة جدا، فيلاعب في فرنسا واليونان وكرواتيا وغيرها، الجميع عليه أن يكون قادرا على التحدث بالإنجليزية ولو ببضع كلمات، مرر، مر اليمين، مر اليسار، سجل، اركض، افعل كذا. كنا نواجه مشاكل كبيرة على مستوى اللغة الإنجليزية، هناك حالات من بعض الأندية أرادت لاعبا ما، لكن ليس هناك تواصل لغويا بين اللاعبين. إذا كان يتحدث إنجليزية ليس عليه أن يتحدث إنجليزية مثلي ومثلك، عليه التحدث تلك الكلمات الأساسية في كرة القدم، مرر، سدد، اركض، اضغط، عليك التغيير إلى هنا. ليست فقط مسألة كرة القدم بل أمور أخرى خارج الملعب، لأن التواصل أمر مهم وضروري. نحن نتحدث لأننا نفهم بعضنا البعض، واللاعبون إذا لم يفهم بعضهم البعض فلن يستطيعوا اللعب معا.